عمرو، ازيك يا كابتن عمرو؟ كابتن كريم انا كل ما تخش معايا مداخله تكون انت مستقل. مره فاتت كنت ضيف تعرف معايا والله. ومشيت من الفريق الاول، المره دي في ايه؟ انت ايه، لا كل والله، 6 شهور بتستقيل ولا ايه؟ مش عارف والله. ازيك يا لا كابتن والله عمرو؟ هو بس. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ وحشني اخبارك ايه؟ والله. كويس الله يخليك. الحمد الحمد لله لله. وشكرا قول لي لله. ايه الموضوع؟ والله ما فيش، احنا طبعا احنا مسكنا القطاع الناشئين، وكان في اتفاق من البدايه ان احنا يعني هيبقى هيحصل يعني تغيير شامل في قطاع الناشئين والمدربين والاداريين، وكان ده يمكن الاتفاق اللي حصل ما بيني وما بين مجلس الاداره طيب. عن طريق المشرف على قطاع الناشئين الاستاذ محمد ابيل. فطبعا احنا كنا ماشيين بخطوات ثابته يعني بقى لنا شهر ونص، ويمكن الشارع حس بالوضع نفسه والامور اللي كانت بتحصل في تغيير في قطاع الناشئين والكلام ده. يمكن احنا بدلنا كذا حد وبدانا نطور وبدانا يبقى في نظام والتزام بالنسبه للناشئين، وبالنسبه حتى للمدربين بقى عليهم يعني شويه رقابه يعني حسيت بقى في تطور يا كريم في الوضع. قطاع الناشئين يمكن كان مهمل بقاله اكتر من 30 سنه، قطاع تمام. الناشئين ما افرص يعني نتاج لعيب للفريق الاول. يمكن احنا في فتره وجيزه الحمد لله قدرنا ان احنا يمكن مع كابتن حسام والاهتمام اللي هو عامله بالنسبه للماتشات مع الناشئين على طول، قدرنا ان احنا نصعد اكتر من 4 ناشئين موجودين مع الفريق الاول، ودي كانت بدايه لينا. عندنا لعيبه في منتخب مصر الاول، يمكن عمرو بغدادي مش الاول يعني اللي هو في منتخبات الناشئين الشباب تحت 15 سنه. والناشئين. يعني بدانا نمشي خطوات يعني ايه، بداتوا الشارع تقدموا بدا لعيبه يحس بيها. كويسه، وبدات يبقى في نظام في قطاع الناشئين في النادي المصري. لا غير كده ان الشارع بدا يحس بيك. طيب كويس. ايه اللي حصل بقى؟ ايه المشكله اللي خليتكم تقدموا استقالتكم انت وسيف داوود؟ والله احنا طبعا كل قرار بناخده يعني طبعا احنا بنلاقي رد فعل من مجلس الاداره او الاستاذ ابيل المشرف على قطاع الناشئين، بنحس ان احنا بنعمل حاجه غلط. طبعا في ناس مهوله المواضيع بالنسبه للناس ان هي بتطلع بره القطاع او كده. طبعا احنا جايين عشان تغيير، فلما يبقى في تغيير لازم حد هيمشي، حد هيجي، فده ده شغلنا تمام. احنا لما ندخل كنا متفقين على كده. تمام. لما دخلنا بقى في صعوبات، يعني احنا لما بنطلع اي حد طب اصبر شويه، طب الشارع، طب لا احنا داخلين نشتغل. يعني احنا يعني انا بالنسبه يعني لي انا خدت داخل، قرارات والمجلس ما وافقش عليها يا عمرو؟ لا احنا اخدنا كذا قرار وبنلاقي صعوبات فيها كريم لغايه ما ننفذها، والحمد لله بنقدر ننفذها. ولكن طبعا جينا في الفتره الاخيره كان في لغط على حد كده اسم موجود مدرب، انا بصراحه يعني انا مش شايف ان هو حتى جدير لان هو يدخل قطاع الناشئين للنادي المصري، اسم شريف مزروع. فطبعا عرضوا مجلس الاداره والاستاذ ابيل بشكل علينا والكلام دوت، وفوجئنا طبعا ان احنا ما يعني احنا مش في احتياج لمدربين في الوقت الحالي، زائد ان احنا المفروض ان احنا ما عندناش لسه فرقه امل، وحتى لو فرقه امل لو بنفكر فيها المفروض اسم كبير يمسكها، مدرب كبير قدير. اتفقنا مع مجلس الاداره الكابتن عبود الخضري هو اللي هيبقى موجود مع كابتن سيف، اسماء كبيره يبقى لها وزنها تمام، تقدر تتعامل فتم تعيين مع كابتن شريف، كابتن شريف مزروع. فوجئنا بقى بالوضع دوت. وطبعا احنا من يعني ما نرضاش حاجه زي كده. ممكن احنا دخلنا من اللحظه الاولانيه كريم قلنا ان احنا عايزين ايه؟ تصلح. احنا عايزين تطوير شامل في قطاع الناشئين، ولازم انت تدينا المساحه لكده. أيوة. يعني احنا ده شغلنا واحنا فاهمين فيه، فما ينفعش تتدخل في امورنا. فطبعا يعني في حصل عدم وفاق مع عضو مجلس الاداره، وطبعا يعني الواحد ما يقدرش يعني حصل عدم وفاق، وحتى كابتن سيف قال لك يعني كذا مره احنا بناخد قرارات وبنلاقي صعوبات في تنفيذها. يعني انت قدمتوا بالاستقاله رسميا لمجلس الاداره خلاص ولا لسه؟ خلاص خلاص. وهم قبلوها ولا يعني لسه ما خدوش قرار؟ اعتقد ان هي اتقبلت يعني. اتقبلت. يعني احنا مش حابين كده والله، حابين ان انتوا كشباب يعني في قطاع الناشئين تعملوا حاجه كويسه للنادي المصري، ما يكونش في مشكله. لكن انت بتتكلم في حاجات حد ان احنا يعني احنا بنحب نادينا وبنحب ان يبقى فيه امور. ويمكن الفتره اللي فاتت بالنسبه لقطاع الناشئين كان كله مجاملات، وكله يعني بالنسبه للمدربين دخول المدربين ما فيش على يعني حتى يعني المفروض تنظر للسي في بتاع المدرب بتاعه قبل ما يدخل قطاع الناشئين. بالنسبه للولاد الصغيرين برضو يعني في امثله كتير. يمكن احنا مشينا في القطاع وقدرنا ان احنا نحاول ننفض
بعض اللعيبه اللي يمكن كانت يعني كانت داخله بشكل مجاملات كبير جدا، ولكن يعني هم بيسموه ده عش الدبابير. فانت النهارده انت يعني لازم تحدد انت عايز ايه؟ انت عايز تنظف ولا عايز تبقى انت شغال مع الناس اللي انت شغال معاهم ولا ايه بالظبط؟ لازم تحدد انت عايز ايه؟ بالظبط. معلش يعني ان شاء الله الامور تبقى لا افضل. لا هو في الاول وفي الاخر طبعا النادي بتاعنا، وطبعا احنا بقى يعني بس كفايه استقالات يا عمرو، ابوس على ايدك بقى يعني. لو جيت تاني ما يعني ما خلاص بقى الثالثه ثابته بقى، مش يعني مش هينفع كده والله. بحس ان انا الغلط والله يا كريم والله. لا حبيبي يا عمرو، يعني اتمنى لك التوفيق انت وكابتن سيف، انتم من ابناء النادي المصري المخلصين يعني، واكيد كنتوا عايزين تعملوا حاجه. ولازم برضه لو الناس خلاص يعني وثقت فيكم كعمرو دسوقي وسيف داوود، لازم المجلس يديهم الحريه ان هم يشتغلوا بكامل قراراتهم وبكامل ارادتهم. فمش عارف، انا طبعا انا بتكلم على كلام عمرو دسوقي ووجهه نظره، فطبعا هنحاول برضه نعرف وجهه نظر اخرى من مجلس الاداره. بشكرك كابتن عمرو دسوقي، واروح بقى اسماعيليه.